الاهلي امبارح ما شاء الله في صلاه المغرب واخد منك امام عاشور، وفي صلاه العشاء واخد مننا الدوري. امام عاشور امبارح في صلاه المغرب كان مركز ثالث، في صلاه العشاء كان ما شاء الله عليه معاه درع الدوري قبل ما يلبس الفانيله، يعني لو كان عامل سندوتشين ثلج ما كانش راح يتكلهم، وكان في الرصيد بتاعه دوري. لعيبه الاهلي امبارح قاعده في البيت لا بيها ولا عليا، فجاه لقيني الدوري جايهم لحد البيت. قالوا لك يا جماعه، هو احنا دخلنا على الابلكيشن طلبات؟ هو الاتحاد المصري موفر خدمه توصيل؟ يعني احنا اصلا لسه مستنيين الماتش الجاي ان شاء الله نلعب وناخد البطوله؟ قال لك لا. بيراميدز قال لهم والله ما انتوا تعبين نفسكم، انتوا قاعدين ما انتخب في البيت، كملوا انتخب. اتفضل يا جماعه. يا جماعه والله، قال لك والله ابدا ما انتوا تعبين نفسكم. اللعيبه طبعا اللي قاعد في البيت مراته عامله له محشي خاص، واللي قاعد لي علاوه بيشرب شيشه كمبري، واللي طالب لي حلبه بالمكسرات وانتخى واخر استجمام، والدار جالهم لحد البيت. بيراميدز اللي تحس ان النادي كان متعاقد مع خيل احصنه بتجري في قلب الملعب، فجاه امبارح قلب نادي المعاقين. سيراميكا كليوباترا اللي هو الاصل اصلا مصنع طوب احمر، وربنا فتح عليهم واشتروا نادي وبيصارعوا الهبوط، جه امبارح قلب فيورنتينا ما شاء الله، وراح قال لك خد الدوري. طب المؤجلات، اهو المؤجلات اللي احنا كنا عمالين الاهلي يلعب مؤجلات، ويا ريتنا ما طلبنا اصلا، يا ريتنا كانت فتره مؤجلات. اهو المؤجلات حسمها حتى لسه، والماتشات الجايه تحصل حاصل. يعني الاهلي امبارح ما شاء الله في صلاه المغرب واخد منك امام عاشور، وفي صلاه العشاء واخد مننا الدوري. امام عاشور امبارح في صلاه المغرب كان مركز ثالث، في صلاه العشاء كان ما شاء الله عليه معاه درع الدوري. قبل ما يلبس الفانيله، يعني لو كان عامل سندوتشين ثلج ما كانش راح يتكلهم، وكان في الرصيد بتاعه دوري. ايه ارزاق موزعها ربك؟ الحمد لله رب العالمين، احنا راضيين بقضاء الله وقدره، لكن ما تجيش الماتش كده وتقول لي اعمل ده مره شرفي. يعني معلش، هي مش ناقصه كسره نفس، هي ده المره الشرفي ده تحس ان هي حاجه اصلا مش كسره نفس، تحس ان حاجه يعني حاجه توجع. معلش يعني انت واخد مني الدوري، واخد مني الكاس وبطوله افريقيا والسوبر، واخد مني امام عاشور، انت عايز تاخد ايه تاني؟ انا عايز اعرف الاهلي اصلا بيتعامل ليه بمبدا المهارات، اللي هو ارزع بياخد كل بيقش كل اللي قدامه. حبيبي البطولات دي مناوله مش مقاوله، يعني معلش احنا مش فارشين بعربيات في الاخضر، انت ليه نازل رزع كده؟ ما عادي يا عم، انا اخد الدوري سنه، انت تاخده سنه، او بسنتين تاخده سنتين، ما اخدوش انا سنه وتاخده انت 10. يعني انا مش ما تثبتش انت قوي وتمسك انت في البطولات، خير اللهم اجعله خير.